تعاوز 5 مليون، عدد مساحتها اقل من مساحه محافظه اربد، اقل من محافظه اربد، عدد السكان زي ما قلنا، مواردها الطبيعيه صفر، الماء تستورده، دخل الفرد فيها بارقام 2012 2013 $63,000 بير كابيتا، للفرد $63,000. فنحن نتحدث عن ارقام يعني خياليه، يعني 10 اضعاف نلاحظ في التعليم انه في اقل من الثانوي عندنا حوالي 57%، بينما في سنغافوره 30%، ثانوي عندنا بيبتدي يهبط اللي هو حوالي 17%، في سنغافوره 27-28%، بعد الثانوي عندنا بنخفض اكثر وبوصل فقط 10%، بينما سنغافوره 22%، وهدول اللي بيشكلوا طبقه من الفنيين المهره. في البكالوريوس عندنا حوالي 17%-18%، وفي السنغافوره 19%. وبالتالي ما اريد ان اصل اليه ان ارقام التعليم في الاردن كارقام ممتازه، لكن توزيعها سيء، وحجم السوق وديناميكية السوق الاقتصادي عندنا ضعيفة جدا. هلا إذا أردنا أن نتحدث عن المواءمة، هناك مسائل أساسية. أولا يجب أن يتكامل التعليم العالي مع السياسات الاقتصادية. لا يمكن أن ينظر إلى التعليم العالي على أنه في واد، والسياسات الاقتصادية في واد آخر. وهذه المسألة أكدت عليها الدول المتقدمة وأوروبا وغيرها، أنه ما لم يكن هناك تكامل فإن كل جانب يذهب باتجاه ولن تحصل المواءمة. المسألة الثانية، وهذه في الفترة الحالية وخاصة بعد أزمة المالية الاقتصادية 2008 اشتد الاهتمام بها، التوظيفية اللي هي ما تسمى بالانجليزي employability، يجب ان تكون عاملا اساسيا في تصميم البرامج الاكاديمية. يعني طالب دخل كلية الشريعة، اليس من حقه ان يسأل اين ساعمل بعد ان اتخرج؟ طالب دخل قسم التاريخ، أليس من حقه أو من حقها أن يسأل ماذا سأعمل بعد أن أتخرج؟ طالب أو طالبة دخل قسم الآثار، قسم اللغة العربية، قسم الفنون، قسم الجرافيك، قسم الأحياء، قسم كل هذا الأدب المعاصر، الأدب العباسي، إلى آخره، أليس من حقه أن يسأل ماذا سأعمل وأين سأعمل؟ أليس من واجب الجامعة ومن واجب رئيس القسم والكلية أن تسأل أين سيذهبون هؤلاء الخريجين؟ ما هي متطلبات الوظيفة التي سيعمل بها هؤلاء؟ إذا أردت أنا أن أكون محاميا، هل هناك متطلبات خاصة لي لكي أكون محاميا ناجحا؟ أو محاسبا ناجحا؟ مثل الأستاذ طلال أبو-غزالة، هل أستطيع؟ ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر لي؟ هذه مسؤولية الجامعات. الأستاذ عصام، معالي الدكتور عصام بيقول لي دقيقتين باقي، اسمحوا لي بزيادة دقيقتين 04. المسألة أن الجامعات في هذا الأمر لا تقوم بدورها. الجامعة لدينا وفي أغلب البلدان وكل البلدان العربية تعتبر أن مسؤوليتها تنتهي عند التعليم وبعد ذلك السبب الانفصال الأزلي ما بين الأكاديمية عايشة ضمن أسوار، ولذلك إذا قلنا جامعة دون أسوار ليس فقط الأسوار الفيزيائية، وإنما إذا كان أنا خلفيتي مهندس، إذا كان لم أعمل في الهندسة أبدا، لم أدخل مصنع، لم أصمم مشروع، كيف يمكن أن أدرس طلبة الهندسة وأي روح سوف تنتقل مني إليهم
وكيف سأفكر في الوظيفة التي تطلب منها؟ ومن يسمح له بذلك؟ ولذلك نقول أن هذه مسؤولية الجامعة أن تنظر إلى التوظيفية الامبلويابيليتي كجزء أساسي بتصميم البرامج. ثم هناك المهارات المطلوبة، خصائص المهارات المطلوبة. كل تخصص يتطلب مجموعة من المهارات عدا عن مهارات الاتصال ومهارات الحديث ومهارات الكتابة، ولكن من أراد أن يعمل محاسبا متخصصا يجب أن تتوفر لديه مهارات خاصة. من أراد أن يكون مؤرخا يجب أن تتوفر لديه مهارات خاصة. من مسؤولية الجامعة، وأنت لا تجد في أي جامعة عربية على الإطلاق قسما معنيا بمسألة التوظيفية ومسألة المهارات، وإنما تترك هذه للظروف وتترك هذه. وبالتالي يتخرج الطالب أو الطالبة من الجامعة وهو لا يملك أي مهارات خاصة بالمهنة التي تخصص فيها، وبالتالي ينظر إليه رب العمل أو ربة العمل على أنه ليس مؤهلا بما يكفي، لأن الجانب العلمي النظري البحث ربما لا يحتاجه في الحياة العملية بنسبة أكثر من 20% ولا 15%، وفي بعض الحالات أقل من ذلك أو أكثر. وبالتالي قضايا المهارات التخصصية المطلوبة، وأنا في أحد المرات اقترحت أن كل قسم يجب أن يضع بروفايل مخطط للخريج الناجح في ذلك التخصص. إذا كان شخص سوف يكون متميزا باللغة العربية، أين سيعمل؟ اللي عنده واسطة أكثر. وإذا كان سيعمل، ما هي الخصائص التي يجب أو المهارات التخصصية؟ هذا يجب. وهذا يتطلب حتى يكون هناك موائمة حقيقية تشبيك دائم ما بين الأكاديمية وما بين القطاع الاقتصادي. حينما أقول الاقتصاد الاقتصادي عن الزراعة والصناعة والمحاسبة والخول والفنادق والسياحة وكل ما هو حياة عملية، ما لم يكن هناك تشبيك حقيقي فلا الشخص في الأكاديمية يعرف ماذا يدور في الواقع العملي، ولا من هو في الواقع العملي يقدر يستطيع أن يؤثر على الأكاديمية وبالتالي يغير. ولذلك نحن نلاحظ أن التغيير، وربما الدكتور طالب طرح السؤال من يغير من؟ هل المجتمع يغير الأكاديمية أو لا الأكاديمية تغير المجتمع؟ إذا كانت هناك فجوة ولم يكن هناك تشبيك ما بين المجتمع وما قطاعات المختلفة وما بين الأكاديمية، فالحقيقة أن كل واحد يذهب باتجاه ولا يقع التغيير، وهذا ما تعاني جميع البلاد العربية منه. ثم هناك مهارات التخصص الآن حتى يمكن الوصول إلى وضع أحسن في الموائمة، فهناك مسؤوليات تقع على ثلاث أطراف: على الحكومة مسؤوليات معينة، على مؤسسات التعليم العالي والأكاديمية مسؤوليات معينة، وعلى القطاعات الاقتصادية مسؤوليات أخرى. ونحن نلاحظ أن التشبيك بين القطاعات معدوم. حينما نريد أن نطور التعليم الجامعي غالبا ما يذهب الأكاديميون ويجلسون ويضعون خطة. حينما نريد أن نطور الاقتصاد يذهب الاقتصاديون وحيدون ويضعون خطة، وبالتالي ليس هناك هذا التلاقي والتشبيه. الحكومة من مسؤوليتها دفع وتعزيز البرامج والتخصصات ذات البعد الاستراتيجي. على سبيل المثال الماء والطاقة والتصحر والزراعة هي قضايا استراتيجية من الطراز الأول بالنسبة للأردن. ماذا تفعل الحكومة لتدفع مؤسسات التعليم العالي، مؤسسات البحث العلمي، مؤسسات التطوير التكنولوجي لتخدم هذه المحاور الاقتصادية الاستراتيجية؟ ماذا تستثمر في ذلك؟ ماذا كيف تستطيع أن تجذب المستثمرين لإنشاء كلية هندسة؟